بسم الله الرحمن الرحيم. من جوانب إصلاح والتصحيح في الحجامة صفوة للحجامة والطب البديل، هنسأل سؤال ونجاوبك عليه. معاك الدكتور عبد الناصر توحيد. من فضلك الفيديو ده مهم، واعتبره من أهم الفيديوهات اللي هي مختصرة وهتديك معلومة مش هتنساها أبدا، وهتصحح معلومة طول عمرنا كلنا فاكرينها غلط. من فضلك اعمل لايك وشير في كل المواقع عشان تفيد إخوانك إن شاء الله. دكتور عبد الناصر توحيد، نقطة الكاهل. السؤال الأول: هل حقا تعرف حجامة الكاهل؟ ستعرفه الآن. هنجاوبك على السؤال. هتقول لي الكاهل هي النقطة GV14 اللي هي DU14 DU14. وطي رقبتك، العظمة البارزة، حط الكاس. بعض الناس يقول لك الكاهل هو النقطة دي بس، ما ينفعش تحجم في أي مكان تاني. مش بعض الناس، بل أغلبية كلها هي نقطة الكاهل بيقولوا عليها كده. طيب هل الكلام ده صحيح؟ نشوف. يعني قالوا لك هي دي النقطة رقم واحد، حطوها هنا، وبعدين 55. طبعا الخرائط بالنسبة لنا دي أصبحت غير معتمدة، خطأ. هناخد ديو 14 مكانها هنا تحت النتوء الشوكي للفقرة العنقية رقم كام؟ رقم 7. لو جبنا الهيكل العظمي من الخلف، عظمة الترقوة من الأمام، أعلى حدود الترقوة يمين، أعلى حدود الترقوة شمال، هناخد خط. خلاص، الخط ده بنقول عليه الأخرامي الترقوي. ابحث عليه في الإنترنت، الأخرامي الترقوي. خلاص. طيب الأخرامي الترقوي ده بيكون مقابل لإيه؟ الفقرة الصدرية رقم كام؟ 1، اللي هي قدامنا إيه؟ الفقرة الصدرية رقم 1 اللي هي دي، النتوء الشوكي بتاعها. خلاص. طيب الفقرة اللي فوقها على طول هتبقى الصدرية العنقية رقم كام؟ رقم 7، اللي هي باللون الأخضر، احنا جبناها ملونة عشان تبقى باينة. طيب رقم 7 اهي، C7. خلاص يا جماعة، يبقى مكان الكاهل رقم 1، نقطة رقم 1 في الكاهل اللي هي نقطة الديو 14، مكانها في المنطقة دي كده. ايه هو بقى الكاهل يا جماعة؟ منطقة الكاهل كلها. الكاهل لو احنا خدنا خط الأخرامي ده من فوق ونزلنا على خط موازي أسفل الزاوية السفلية لعظمة اللوح يمين ويسار، ووصلناهم ببعض كده، الجزء ده كده على بعض كده، المنطقة دي كده اسمها إيه؟ منطقة الكاهل. أعلى مقدمة الظهر، أعلى مقدمة الظهر، وفيه 6 فقر. هنكلم لكم أهو. طب إيه هي 6 فقر؟ احنا قلنا ان النقطة رقم 1 فوق اهيت، يعني ده تعريف في اللغة العربية كمان طبيا. النقطة هذه، النقطة كلها هي بنقول عليها منطقة الكاهل. وتشريحيا، معلوم للأطباء ولدرس التشريح، لها خصائص تشريحية معينة في الترويات الدموية إلى آخره، وبيكون فيها إلى حد ما نوع من الركود الدموي اللي بيحصل. لذلك يا جماعة النقطة دي من أخطر المواضع لمريض السكر. أما بيجي الدمل أو فرانكل دمل في النقطة دي، بيجي لنا مريض السكر، بنكون خايفين جدا إن الفرانكل ده مع الإهمال، أو الدمل الفرانكل ده أو الدمل ده مع الإهمال يتحول لما يسمى بالكربانكل أو الجمرة، بسبب طبيعة التروية الدموية في هذه النقطة كلها، مش النقطة دي بس. خلاص يا جماعة. طيب بالمرة بقى نعرف مكان النقطة 22 و 23 في الحجامة السورية. طيب أسفل العمود عند مقابل لنتوء الشوكي للفقرة الصدرية رقم 1 اللي هي رقم 7 اللي هي دي. خلاص، خط بيقطع، ناخد خط عمودي عالي وبيقطع الميديال بوردر اوف ذا سكابولا، الخط الداخلي او البوردر او الحد الداخلي لعظم سكابولا. تقاطع الخطين دي نقطة. خلاص، وتقاطع الخطين من الناحية التانية برضو نقطة، ودي اللي هي بتكون على خط المثانة القريب من العمود الفقري اللي هو على بعد 1.5 سون من منتصف من الميريديان أو الديو لاين أو خط منتصف الجسم من الخلف. خلاص يا جماعة. طيب نشوف الصورة اللي بعدها، شرح تاني نحاول نوضح الصورة. شخص ده نايم كده، و ده قلنا أعلى حدود
رأس الترقوة بيكون مقابل للفقرة الصدرية رقم كام؟ واحد. فوقها هتبقى الديو 14 أو رقم واحد اللي هي مقابلة تحت النطوء الشوكي للفقرة الصدرية رقم كام؟ سبعة. سوري، للفقرة العنقية رقم سبعة. طيب هنا منتصف النقطة، خلي بالك في الدقة، منتصف الكأسة، منتصف النقطة هو ده مقر النقطة. احنا بنتكلم عن نقاط المفروض تحط فيها إبرة، خلاص. فهنا منتصف هذه النقطة هو المكان الفعلي لنقطة ديو 14. طبعا احنا بنحط الكأسة بتاخد المنطقة دي كلها. طيب هنا في الكروكي بتاعنا الجديد، هذا هو مكان هذه النقطة، ده الخط الأخرامي الترقوي، خلاص، مقابل للنطوء الشوكي الفقرة الصدرية رقم واحد، ودي نقطة رقم واحد ديو 14 ايه، هي مقابلة تحت النطوء الشوكي الفقرة العنقية رقم سبعة، ودي النقطة اللي هي 22 23 في الحجامة الصدرية، خلاص. طيب كلامنا بنقول الكاهل في المعجم معناه ايه؟ الكاهل في المعجم معناه تعريف ده، افتح المعجم، مقدم اعلى الظهر مما يلي العنق، وفيه ست فقر، فيه ست فقر. راجل اما واحد يكبر ويعجز ويكبر في الشيخوخة الجسم كده ينحنى كاهله، او واحد بيشيل حاجه تقيله شالها يحملها على كاهله زي الشخص ده، يبقى ده منطقه مقدم اعلى الظهر مما يلي العنق وفيه ست فقر، يبقى ده الكلام ده كده ايه، لغوي. طيب الصح يا جماعه، مواضع الكاهل العامه احداها او كلها في منطقه تاثير الكاهل. المعلومه دي لازم تعرفها، ان مواضع الكاهل هناك عدد، لو احنا خدنا مثلث كده المنطقه دي كلها من الجزء ده للجزء ده الجزء ده كل ده احنا بنشتغل في الكاهل. وعلميا لو حطينا كاسة او اتنين او تلات في اي مكان في الجزء ده، احنا بنعمل تفريغ لمنطقة الكاهل، لان هي عبارة عن كابيلاري نت ورك، شبكة من اشعاعات دموية تفتح في اي مكان فيها بتصرف من المنطقة، خلاص. يبقى منطقة الكاهل فيها النقطة رقم واحد اللي هي ديو 14، فيها 55، فيها 4 و5، خلاص، فيها نقطة البلادر 11، فيها أنا أعملها كده، ده كمثال لهذه النقاط يعني، خلاص. يبقى المنطقة دي كلها إحنا بنشتغل في منطقة الكاهل. مش عايزين بقى نتعصب ونقول إن النقطة دي بس هي الكاهل وفي معلاه لأ وده لأ وده لأ، لأ، هي دي في أي مكان إحنا بنشتغل على الكاهل، ولكن كل نقطة لما بتشتغل على نقطة الدلالة، الرسمة دي جبناها مقابلة طبعا للرسمة اللي موجودة معانا يعني، الجزء ده كده هو منطقة الكاهل. نشوف الصورة اللي قبلها كده، الجزء ده كله كده كده من أول هنا كده، إحنا بنشتغل في منطقة الكاهل كلها، أفضلها منتصف الكاهل، الجزء اللي هو الجزء في المثلث اللي على الجزء ده اللي هو مكان تركيز هذه الشبكة من النتورك أو الشعار. يبقى نقطة الكاهل فيها إيه؟ 55 واحد و55 وفيها 20 و21 و45 و46 و4 و5 وفيها 19 وفيها 49 وفيها 22 و23 بتمس تلك المنطقة، فيها 48 أيضا، خلاص؟ فيها عدد من النقاط لا يستهان به. ماشي يا جماعة؟ يبقى ده مش عايزين نحصر الكاهل في نقطة واحدة. طيب في الحجامة السورية أو في المدرسة السورية إيه؟ دي العظمتين اهوت، ايه نقطتين، طبعا هي مكانها هنا ايه؟ المفروض منتصف النقطة دي، الصورة المنتشرة هم حاطينها كده في مرسومة هنا، احنا بنقول عليها مرسومة غلط، ليه؟ لأن هي مكانها، ولكن هل هي على الرغم إن هي مرسومة غلط أليست في منطقة الكاهل؟ نعم هي في منطقة الكاهل، على الرغم إن هي مش في مكانها الصحيح، لأن مكانها الصحيح لو ناخد خط على الميديال لاين اوف ذا سكابولا، خط هنا كده مكانها الصحيح يبقى هنا في المنطقه دي كده، لاترال شويه كده، خلاص، عشان تبقى زي دي، ده خط اهوت واصل للحد الداخلي لعظمه اللوح، ماشي مع الخط
اللي هو واخد الزاوية السفلية لعظمة الاسكابولا. التقاطع بتاعهم ده في نقطة اللي هي الحجامة السورية اللي احنا بنقول عليها نقطة 22 نقطة 23. طب أي نقطة في المنطقة دي هي في الكاهل. خلاص يا جماعة، يبقى هنا الجزء ده كده احنا بنتكلمنا عن الكاهل، ما ينفعش يتعصب ولازم نستجيب للعلم، وإن شاء الله يعني ما ينفعش بعضنا يقول هي دي الكاهل هنا بس. لا، الكاهل شوف الصورة دي كده، تلك حدود الكاهل بين الخطين دول فوق وتحت، حدود الكاهل دي كلها، الجزء ده كله انت بتشتغل في منطقة الكاهل. كونك انك تختار نقاط دلالة معينة ديو 14 او ديو 13 او بلادر 11 او الى اخره، ده بقى دي حاجة راجعة لعلمك انت عايز توظفها ازاي. اما علميا اما بنعمل حجامة على منطقة الكاهل، هذه المنطقة كاسة او اتنين حتى لو حطيتهم بطريقة عشوائية، من تشريحيا انت هتعمل عملية تنظيف للمايكرو سيركوليشن اللي موجودة، وتعمل عملية تصريف لتلك الاخلاط اللي هي موجودة. انما لو انت دققت وحطيت المواضع صح، يبقى انت بتعمل دبل افكت، تأثير مزدوج، لانك مع التنظيف للاخلاط وفتح تلك وتسليك تلك الشبكة من الشعيرات، خلاص بتستفيد بالسيستميك افكت او التأثير الوظيفي للنقطة كنقطة دلالة مهمة تقع على نقاط معينة. هذه النقاط بيكون تحتها تجمعات لمايكروجليا او اعصاب، محطات من الاعصاب، خلايا عصبية، دورة دموية مكثفة سواء شريانية او وريدية او ليمفاتيك درينج. هذه النقاط، كل نقطة من نقاط الدلالة بيكون تحتها مركز الثلاث حاجات دول: المايكروجلايا، نيرف تيشو، بلاد فيزلز، ليمفاريكس. خلاص، فعشان كده انت لما بتختار النقطة صح بتشتغل صح، لانك بتدي التأثير الوظيفي التشريحي للنقطة كمان، وبتدي معاها التأثير الوظيفي للنقطة. يبقى لا تقل الكاهل هي ديو 14 بس، ولكن الكاهل هي المنطقة بين الأخرامي الترقوي وأسفل زاويتي الزاوية السفلية لعظمتي اللوح من الجانبين، ويحتوي عدة نقاط. خلاص يا جماعة، أتمنى إن نكون إحنا استفدنا، وهنا أشكركم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.